كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ صوتك واصل برا. ابوك ده هيودينا كلنا في داهيه. بس كده الناس هتفتكر. هو ده اللي مضايقك؟ اخس عليا، وانا اللي كنت فاكر حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ يعني تكون نجلة مزعلك ولا حاجة. لعلمك هي لو فكرت بس انها تزعلك انا مش حاسبها. امال كله اللي زعلك. مش مرتاح لك، برود اعصابك ده مش مطمن يا غادة. ده انت ما تنرفزتيش ولا لحظة من ساعتها. ما انا قلتلك قبل كده يا جمال انا عاقلة، يعني ولا هخبط راسي في الحيط ولا هشد في شعري. انا اصلا جو طلقني طلقني بتاع الافلام ده انا ما بحبه. اقسم بالله ما بحبها، وكل اللي بيني وبينها مصالح وشغل وبس. مش مصدقاني؟ هاتيلي مصحف احلف لك عليه. لا اخس عليك، مصحف ايه؟ ده انت حتى مش متوضي. وعموما انا مصدقك من غير حلفان. نجحت الجهات الامنيه في القبض على شهاب حامد المرشح الرئاسي ورجل الاعمال المعروف بعد ان ثبت تورطه في قضايا تمويلات اجنبيه من جهات خارجيه لتنفيذ مخططات واجندات دوليه تضر بالصالح العام وتروج للافكار الشاذه. وعلى إثره تم القبض على مجموعة من المتورطين معه، وهم بهاء ثابت رئيس جهاز السينما، والمخرجة دنيا ظافر، وسميح البجوري رئيس مجلس إدارة جريدة نبض الشعب. اهدي اهدي. الله يخرب بيت أبوك. الله يخرب بيت أبوك. بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيت أبوك. اهدي اهدي اهدي. ينعل أبوك، ينعل أبوك بقى. يا خبر اسود، دول قبضوا على شهاب حامي ليه؟ ولا هو عشان مش على مزاجهم؟ الراجل ده كان كويس وانا كنت بحبه. ما بيبصوا له كده ليه؟ الراجل طلع شمال وده واقف في وسط القهوه عمال يقول انا بحبه. شمال؟ لا انا بكرهه، ما بطيقش اسمع سيرته. ده يستاهل ضرب الجزم. هي وصلت انك انت تكتب مقال وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق. وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده. كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعب وشقايا وسنين عمري في الجرنان؟ ايه؟ انا حاسس انك انت زي ما اكون بعرفك لاول مره. انت اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجه حواليك بتتغير. انا اضطريت اعمل كده عشان اعيش. كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من شعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ ان فقت نفسي لما حسيت انك هتتاذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان. بس انت طول عمرك اجدع مني. والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معانا. حاضر. ما تخافش مش هسيبك. ايه
من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روق بيه، دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا 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 انا هتصرف هنا. ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف. مع السلامه. يلا. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده. الشغل ده بطل من زمان. خصوصا جريده نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفتره الاخيره. مظبوط يا فندم. خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس هو حضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال اعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر اعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريده على واحد منهم يستمر في تمويلها. احسن ما نقفلها فعلا. احسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا واحنا داخلين على انتخابات رئاسه. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل. بدات تقرا دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل. ما ينفعش يروح في الرجلين. طمن، دراز بيتحقق معاه. هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هيرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا أستاذ غادة. احنا خدنا أقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر. لما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني. كان ليه الأستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان أسيب شغلي واللي ورايا واجي؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غادي غادي، عارفه يا غاده انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجة ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف. ما هو اللي حميني مات. وبعد شوية من موته كده افتكرت كل الحاجة اللي احنا كنا مختلفين فيها. فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح، وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقول لك على حاجه غاده، بس ما تضحكيش عليا. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غاده قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. أنا عندي ميعاد ولازم أمشي عشان ألحقه. عن إذنك.
ايه المفاجأة الحلوة دي؟ هو انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ لا للأسف ما رحتش. دي كنت خارجة ولا ايه؟ رايحة المعرض. في حاجة يا حبيبي؟ مش مطمن انا الغادة وتصرفاتها. ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان مفيش حاجة حصلت. المفروض واحدة زيها في موقفها تكون قلبة الدنيا، خصوصا ان هي شخصية عصبية جدا. غادة مش غبية عشان تعمل كده. غادة عارفة انت مين ومركزك ايه، وعارفة كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيأذيك ويأذيها. يأذيني دي انا فاهمها، لكن يأذيها ازاي؟ هي عارفة كويس قوي ان الشهرة اللي عملتها كمحامية انت السبب فيها. سيبك بقى من جو الشطارة اللي هي رسمها ده. أوقات كتير بحس إن هلال زي أبويا، بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضنه يا بنتي، الحقي حضن أبوك يا غادة قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه إن ظهرك انكسر. ده ايه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ ها؟ انت عندك واسطة كبيرة الظاهر. انت تعرف هلال كامل؟ اسكت يا هلال. ده انا قلبي وقع في رجلي والله. انت اللي بعت لي غدا؟ انا كلمت عماد يبعتها لك. وانت ما جيتش ليه؟ يعني كنت بطمن على الجريدة. الجريدة هتتقفل يا هلال، صح؟ هي مش هتتقفل، يعني هي زي ما تقول كده يعني هيحصل تغيير. يبقى اكيد هيجيبوا حد من النقابه يقعد مكاني على الكرسي. لا هما مش هيجيبوا حد من النقابه، هما هيجيبوا حد من هنا. انت يا هلال مش كده؟ انا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما تصبنيش لعنته واحس ان انا اعلى من البشر، واللي يعلى على الناس عمره ما يحس بيهم. عشان كده بكتب لهم الكلام اللي نفسهم يقولوه مش قادرين. تقصد ايه يا هلال؟ ان انا مش حاسس بالناس؟ عمرك حسيت باب وام يصحوا الفجر يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسه وينزلوا ياخدوا توك توك في عز برد الصبحيه وبعد كده يتحشروا في اتوبيس او في مترو عشان يروحوا شغلهم؟ اللي بيقعدوا على الكرسي ده بيدوا ظهرهم للناس، ما بيسالوش في حد. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من ياه عين هو أني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا أن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما تصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمه.